السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم في فيديو جديد، هنعمل طريقة الكفتة بتاعة الحاتي. المكونات ايه بقى؟ احنا معانا هنا كيلو لحمة مفرومة، وبصلاية كبيرة، وطماطماية، ومعلقتين دقيق، والبهارات بتاعتنا قرفة، بهارات لحمة، ملح، فلفل، توم باودر. اول حاجة هنعملها هنضرب البصلاية، هنضرب البصلاية عشان ننزل المية بتاعتها خالص، احنا مش عايزين مية خالص. وبعد كده هنفرم الطماطمية كمان ونطلع المية بتاعتها خالص. هنحضرهم في الكبة مع بعض ونرجع تاني. رجعنا تاني يا حبايب قلبي اهوت. هنفرم الطماطميه والبصلايه خالص عشان نطلع الميه منها، احنا مش عايزين الميه، احنا عايزين البصله والطماطم ما فيهاش ميه خالص. خلص ونرجع تاني. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي بعد ما ضربنا البصلة والطماطم جامد جامد، دعمناها خالص، هنصفيها كده جامد، ننزل المية كلها منها، وبعدين نحط ايه المقادير كلها على بعض. هنصفيها كده، شوفوا اللي ننزل منها، هنصفيها ونرجع تاني. اه يا حبايب قلبي، عصرنا البصلة والطماطم جامد، وادي المية بتاعتها، هنسيبها برضو هنحتاجها، هندهن بيها الكفتة في الاخر قبل ما تدخل الفرن. المية بتاعتها اهي، هنسيبها على جنب. ومعانا هنا اللحمة اهيت، والبصل والطماطم المفروم. هننزل ايه بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وتوم باودر وبهارات لحمة وقرفة، اساس القرفة. تمام. بعد كده هننزل بمعلقتين الدقيق الكبار عشان يمتص اي سوائل من الكفتة. وطبعا هنعجنها كويس، نجيب حاجة نلبسها في ايدينا ونعجنها كويس. هندعك، انا ملقتش الجوانتات بصراحة يا بنات، الجوانتات خلصت، فلبست كيس كده، ولازم ندعك كل المكونات دي جامد مع بعض لغاية لما اللحمة تبقى ايه دايبة وكل المكونات، نقعد نعجن فيها جامد جامد جامد. هنعجنها كلها مع بعض وهنرجع تاني. ورجعنا تاني حبايب قلبي اهي، بعد ما عجننا جامد اللحمة مع البهارات مع معلقتين الدقيق مع البصل والطماطم المبشورة ومعصورة جامد، لازم لازم اللحمة تعمل معاكي انسجة كده، تبقى فيها انسجة كده كده، تبقى ناجحة معاكي وهتتصبع كويس وهتديكي نتيجة حلوة، ومش هتفكي منك ولا اي حاجة. تيجي يعني تيجي تمسكيها كده تلاقي ايه بيطلع منها زي الانسجة كده كده. يلا هنصبعها، ومعانا الصينية، محضرين الصينية، هنصبعها في الصينية ونرجع تاني. ورجعنا يا بنات بعد ما صبعنا الكفتة اهو، تمام. هندخلها بقى الفرن، بس في تكايه كده هنعملها قبل ما ندخلها الفرن. انا ملقتش عندي شيش طاووق عشان اصبع عليه، فتصرفي، الجيش قالك اتصرفي، فمعلقه كده بظهر المعلقه وصبعت عليها الكفته اهي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو يا بنات حطولي لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم عشان يوصلكم كل جديد، ودوسوا على علامه الكل عشان يوصلكم كل جديد بنزله. يلا هنكمل اخر خطوة قبل ما ندخلها الفرن.
رجعنا هنا تاني، دي المية بتاعت البصل والطماطم اللي احنا ايه اللي نزلت ايه من البصل والطماطم اللي احنا عصرناه. حطينا ملح وفلفل وشوية شطة وشوية كزبرة، كزبرة ناشفة تمام، لان انا ما عنديش كزبرة خضرة والمفروض كنت احط فيها كزبرة خضرة بس عادي حسب الرغبة يعني. ف هنقلبهم كده مع بعض، ونقطة زيت صغننة، حطينا نقطة زيت صغيرة وحبة ملح صغيرين وحبة فلفل وحبة شطة وحبة قرفة صغيرين خالص وحبة كزبرة صغيرين خالص، كزبرة ناشفة، وهنقلبهم كده في المية اللي نزلت من البصل والطماطم، هنقلبها جامد. وهندهن بقى وش ايه، وش الكفتة تمام، هنقلب كده كويس. هندهن بقى كده ايه وش الكفتة قبل ما ندخلها الفرن بالطريقة دي كده. هندهن كل الكمية، وش كده مدينهم كلهم كده حبايب قلبي، انتوا كلكم شطورين وحلوين، تعرفوا تعملوا احلى مني كمان كده الطريقة دي. وطبعا الفرن احنا مسخنينه قبلها بنص ساعة درجة حرارة عالية طبعا، وهندخل بقى الايه الكفتة. بسم الله ما شاء الله، الله على ريحتها من قبل ما تدخل الفرن وريحتها طلع تحفة. طبعا الصينية دي طبعا ايه ما بيلزقش فيها الحاجة، فنحط بقى براحتنا لان دي ايه جرانيت ما بيلزقش فيها اي حاجة. نحط بقى كده ايه من هنا ومن هنا كده ونشبعها كده. بصي بقى التكية بتاعة الطماطمية دي مش اي حد بيعملها، بس دي سر من اسرار كفتة الحاتي اللي احنا بنروح ناكلها في المطاعم وبنقول هو ليه طعمها احلى من اللي احنا بنعملها في البيت. خلاص كده احنا دهنا كده كل الكمية معانا، وبزيادة كمان عشان تبقى متشبعة بالصوص. يلا هنروح ايه ندخلها الفرن مع بعض ونرجع تاني. احنا هنحطها تحت مش هنحطها على ال، هنحطها تحت كده وبعد كده هننقلها فوق ونفتح عليها الشواية. يلا نرجع تاني لما تستوي هنرجع تاني مع بعض. ورجعنا يا حبايب قلبي، الكفتة هي تستوت من تحت، طلعناها فوق على الشبكة وفتحنا الشواية واستوت وطفينا عليها زي الفل، وريحتها قلب البيت قلب البيت. يلا نطلعها بقى مع بعض عشان نقدمها اهي. بسم الله ما شاء الله، طبعا اللي نازل منها ده طبعا ايه الدهون، لازم نجيبها فيها دهون نسبة دهون يعني عشان ايه تبقى ريحتها وطعمها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنغرفها بقى مع بعض ونرجع تاني ووريكم انا طبخة جنبها ايه، هناكل جنبها ايه. يلا بينا.
ورجعنا تاني يا حبايب قلبي، ادي الكفتة طلعناها من الفرن. طبعا ما عنديش بقدونس، فحطينا جزر خيار من تحت كده يمتص كده الحرارة كده ويطريها، وعاملين جنبها ايه بقى، مكرونة سباجيتي بصلصة خفيفة باللحمة المفرومة، ومعانا طبق الترشي المتين. ترشي متين هندبها بقى النهاردة، احلى اكلة على قلبي في قلبك. ومعانا هنا ايه، جبنة موتزاريلا مبشورة، هنحط ايه على وش المكرونة كده وهي لسه سخنة، هنرش عليها كده. انا من عشاق الجبنة الموتزاريلا، بموت بموت فيها. هنرش كده على الجبنة، سوري على المكرونة، هنرش على الجبنة جبنة هنرش على المكرونة كده، مكرونة السباجيتي بصلصة خفيفة، محبهاش بصلصة تقيلة علشان طبعا بنقعد نشفطها فما تبهدلناش. احب اعمل المكرونة الصغيرة بصلصة كتير تكون غرقانة صوص، لكن السباجيتي لا عشان بتبهدل الدنيا. بس لكل الكمية كده كده معانا المكرونة مية مية، وادي الكفتة، ومعانا الترشي. هندوق بقى الكفتة كده، هي الكفتة ايه اتحمرت جامد من تحت شوية عشان ايه انا كنت حطاها من تحت. بصوا بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصي مستوية ازاي من جوه، سخنة مستوية ازاي، جوسي. جميلة جدا. والمكرونة سخنة سخنة، بسم الله. جميلة جدا يا بنات، جربوها جربوها على طريقتي، كفتة الحاتي هتعجبك قوي. يلا الف هنا وشفا على اللي هيعملها واللي هياكلها. اشوف وشكم بخير في فيديو جديد، ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الكل وكومنت حلو منك يا حبيبة قلبي يا ست الكل. باي باي، مع السلامة.